إن شاء الله عز وجل ننتقل إلى المداخلة الثانية للأستاذ الدكتور نبيل بن عبد اللطيف، أتانا من جامعة تونس وباحث بمخبر الفيلاب للفلسفة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيه ويتقبل منه هذه الخطوات. وعن الموضوع إن شاء الله عز وجل هو ابن خلدون ناقدا لعلم الكلام، فله الكلمة مشكورة. في البداية لابد أن أتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة وعلى الأخوة المغرب على حسن الضيافة، وشكرا إلى الجمهور الكريم. عبد الرحمن بن خلدون أفرد في كتاب المقدمة فصلا كاملا عن علم الكلام، افتتحه بتعريف لهذا العلم بأنه علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية. إذن المنهج بالأساس هو منهج عقلي. وثانيا الرد على المبتدعة والمنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة. وسر هذه العقائد إذن هو التوحيد. إذن نجد بالنسبة لابن خلدون ثلاثة حاجات أساسية، هي المنهج هو منهج عقلي، الموضوع التوحيد، والهدف الرد على المنحرفين. لكن من هم المنحرفون؟ المنحرفون هم أعداء السلف والسنة من وجهة نظر ابن خلدون. لكن الجديد الذي جاء به ابن خلدون هو أن علم الكلام أصبح غير ضروري في عهده. يقول أن علم الكلام أصبح غير ضروري في القرن الرابع عشر ميلادي 8 هجري، لم يعد من مشاغل طالب العلم، لأن الملحدة والمبتدعة يقول ابن خلدون قد انقرضوا، والأئمة من أهل السنة كفوا شأنهم فيما كتبوا ودونوا، والأدلة العقلية إنما احتاجوا إليها فقط حين دافعوا وناصروا. إذن بالنسبة لابن خلدون هناك أولوية قضاء على العلم الكلام بصفته السائدة، وميلاد علم الكلام جديد إن شأنه يمكن أن يكون أكثر عمقا في بسط المسائل الإيمانية والتوحيدية. في هذا السياق يحذر كذلك من الخطر الكبير الذي يمثله علم الكلام على العامة بما يحدثه، خاصة من ارتباك على أذهانهم التي هي غير مستعدة لتقبل هذا المنهج العقلي الذي تحدث عنه، ارتباك على إيمانهم الفطري خاصة، وذلك بواسطة المناهج العقلية التي يصر المتكلمون على اتباعها والتشبه بذلك بالفلاسفة. هذه المسائل قلت ابن خلدون تتجاوز قدرات أذهان العامة. وهنا يلتقي ابن خلدون مع الإمام أبي حامد الغزالي في قوله كذلك بضرورة، وعنده كتاب مصنف في هذا، ضرورة إلجام العوام عن علم الكلام، وهو عنوان من مصنفات حجة الإسلام أبي حامد الغزالي. يقول أبو حامد الغزالي في فصل في الباب الأول: حقيقة مذهب السلف وهو الحق عندنا أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه فيه 7 أمور: التقديس، ثم التصديق، ثم الاعتراف بالعجز، ثم السكوت، ثم الإمساك، ثم الكف، ثم التسليم لأهل المعرفة. انتهى كلام الغزالي. إذن الذي يمكن أن نفهمه هنا بالنسبة إلى ابن خلدون هو أن هناك دعوة خفية ومبطنة للتخلص من علم الكلام، ذلك لأنه لم يعد هناك ما يبرر وجوده بعد زوال الخطر الكبير الذي كان يهدد العقيدة. أما وقد زال الخطر فلا داعي للأمة أن تتمسك بهذا العلم وتحوله إلى آلة مسلطة على الصفاء الإيماني وتماسك عقيدة المسلم. ثم أهم كذلك ما يعيبه ابن خلدون على المتكلمين هو اتباعهم منهج الفلاسفة في التفسير والنظر،
خاصة يتوجب النقد خاصة إلى المعتزلة التي غلبت عليها النزعة العقلية في طريق دراستها للروحانيات وللعلم الإلهي وما بعد الطبيعة إلى آخره. وهذا المنزع العقلي يصل إلى نتائج من وجهة نظر ابن خلدون مخالفة للشرع وأحكامه. إذن بالرغم من أهميته الظرفية أقول، فإن علم الكلام انحرف عن الغرض الذي وجد من أجله لما اختلط بالفلسفة، فأصبح يهتم بالماهيات والوحدة والكثرة والإمكان ومسائل فلسفية متعددة. إذن نقد ابن خلدون للفرق الكلامية هو نقد موجه كذلك للمتكلمين المتأخرين خاصة المعاصرين له، الذين أدخلوا علم الكلام في الموضوعات الخاصة بالفلسفة على غرار عضد الدين الإيجي. وقد نهى كذلك ابن خلدون عن النظر في الأسباب نظرا عقليا في مجال العقيدة، حيث من الأجدر أن نسلك طريق الشرع الذي يأمرنا بطريق النص غير قابل للتأويل بضرورة التوحيد المطلق. هنا نقف عند مفارقة، البعض عندما يستمع إلى هذا الحديث يقول إن ابن خلدون غير عقلاني بصفة مطلقة، لكن العكس هو الصحيح. ابن خلدون عقلاني إلى أبعد حدود، لكن يفصل بين المسائل الدينية والمسائل الاجتماعية والتاريخية إلى آخره. ابن خلدون هو عقلاني في مجال الطبيعة والمجتمع والتاريخ، ونستطيع أن نقول أنه غير عقلاني في مجال المجالات الدينية والروحانية بصفة عامة. هذه مفارقة. ممكن النهي عن النظر في الأسباب بواسطة العقل لا يعني أن ابن خلدون ضد العقل، بل أنه عقلاني إلى أبعد حدود، لكن في المجالات الاجتماعية والتاريخية والطبيعية فقط. أما في المجال العقائدي الديني فهو يدعو إلى التمسك بالنص، لأن الإدراك العقلي قاصر في هذا المجال، في حين أن العالم الإلهي الذي يريد العقل الإحاطة به هو عالم لا محدود ولا نهائي. إذن العقل الذي يمجده ابن خلدون ويجعل منه مصدرا للمعرفة قد يثبت نجاعته في العلوم الوضعية الخاضعة لعالم التجربة والحس على غرار التاريخ والاجتماع، ولكن محدودياته تبرز في تناوله المسائل الغيبية والميتافيزيقية والدينية. إذن إنه يضع حدودا للعقل لا يمكن تجاوزها، هي حدود التجربة الحسية. هناك تشابه هنا مع فيلسوف كانت الألماني يقول أنه يضع حدودا للعقل لا ينبغي أن يتجاوزها. إن النزعة النقدية لدى ابن خلدون واضحة من خلال تناوله للظاهرة الكلامية. فعلم الكلام بصفاته علما من العلوم الإسلامية الرائدة قد حقق مغانم كثيرة للفكر الإسلامي، ولكنه يبقى مع ذلك في حاجة إلى نفس جديد يواكب التطور الواقعي أو تطور الواقع الإسلامي. ما يمكن أن نعيبه نحن على صاحب المقدمة هو محاكمته الصارمة للعقل وللعقلانية في المجال الديني خاصة. وهذا الموقف قد يفتح المجال أمام النزعة الأكثر خطورة الناتجة عن ضرب العقل، وهي نزعة التكفير. إن أي علم كلام جديد ينبغي أن يهتم بالمسائل المستجدة في المجتمع الإسلامي إلى جانب المسائل التقليدية. لذلك لا بد لعلم الكلام أن يستفيد من العلوم الحديثة، وخاصة منها العلوم الإنسانية مثل علوم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والتاريخ وعلم النفس وكذلك الفلسفة. إنه منهج جديد قائم على قاعدتين أساسيتين هما الاجتهاد والنقد. مسائل العقيدة لا يمكنها أن تكون كذلك منفصلة عن حياة المسلمين، بل يجب أن ترتبط أكثر بالبيئة الاجتماعية للمسلم وتطور مسارات حياته اليومية. ذلك هو الإسلام المعيش الحي الذي يرفض كل مظاهر الجمود والتحجر، ويعطي للبعد الإنساني مكانة هامة، خاصة بما كرم الله تعالى الإنسان وفضله على كل الكائنات. في الأخير يمكن أن
نلاحظ عند ابن خلدون أنه يفتح حل جديد هو ما يمكن أن نسميه الحل الصوفي. إذا كان علم الكلام لم ينجح في إنشأنا إثارة المواضيع الخاصة بالإسلام والمسلمين، فإن الحل الصوفي يمكن الإنسان أن يدرك من خلاله حجب العالم الإلهي، عالم الملائكة والغيب عن طريق الوجدان والمعرفة العقلية، وهي معرفة لا يمكنها أن تخضع إلى الدليل والنظر. فذلك الحل الصوفي هو البديل إن شئنا لمحدودية علم الكلام، والمعرفة الصوفية التي تقوم خاصة على التجربة الذوقية التي لا تعتمد الحواس والعقل، ولكنها تبلغ ما يتجاوز عالم التجربة. وشكرا لكم.